بس اجيب بصيغه اخرى، يعني العالم كله عرف محمود درويش كما عرف سيد ياسر عرفات. يعني لاحظت انهم يعني كالنحل على قطعه حلوى واحده، في فلسطين قطع حلوى كثيره. اسمي مراد السوداني، رئيس بيت الشعر الفلسطيني ورئيس تحرير مجلة الشعراء. أحلم بأن تكون الوردة على هلال بلادي سالمة وبعافية من أنياب الجرافات الاحتلالية التي تجتاح كل شيء حي على هذا التراب الحي والمعافى. اسمي عبد الرحيم الشيخ، أنا أستاذ الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بير زيت، وأنا أكتب الشعر أيضا. حلمي في الحياة أن يستطيع الناس أن يكونوا من دون الناس ألا يكرهوا، ويمكن للجميع أن يملك الحق بألا يحب. محمد حلمي الريشة، شاعر، وأسعى أن أظل شاعرا. أعمل في بيت الشعر الفلسطيني، رئيس تحرير السلاسل الثقافية. أحلم هي مجموعة أحلام في بوتقة واحدة، تبدأ من حرية الوطن إلى حرية الكتاب. أنا جواد إبراهيم، نحات فلسطيني ورسام فلسطيني، متفرغ عمليا للفن، منصوب على وزارة الثقافة الفلسطينية، والحلم هو أن أعيش بحرية واستقلال. يعني الإبداع ليس مشروطا بلحظة أو بشيء ما، لكن أنا أستطيع أن أقول أن الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني أفرزت مبدعين على مستوى عالمي وصلوا للعالمية، سواء على بحقل الشعر أو الفن أو الرواية أو غيره، بحكم أن المبدع يتأثر بما يدور حوله وهو جزء من هذا الواقع، ويتعايش بحساسية عالية، ويبقى أن يمتلك أدواته في التعبير. ومن هنا نرى أن الفلسطيني أبدع أينما كان، في الشتاء وفي الداخل وفي أماكن التواجد. سمع المعاناة والحب هما الشفة السفلى والشفة العليا للفم الفلسطيني المكلوم والمجروح، الذي ما زال يقول حذاءه على ربابة الوجع اليومي. حتى أصل إلى رام الله أمر بحاجز عطارة الذي بالتأكيد مررتم عنه، فصباحاتي ملونة بالحواجز، والهواء ملغوم بما يتنفسه المحتل على أرضي، وبالتالي أنا محكوم بكل هذه الأجواء، وإذا لم أتنفس وجع اليوم فماذا أتنفس؟ إذن أنا مغترب. أنا فنان أعترف، وأنا سعيد جدا في هذا الاعتراف أنني جزء من قضية عادلة. أسعى باستمرار أن أكون جزء من هذا المشهد الثقافي الذي يعبر عن عدالة هذه القضية، وهذا لا يعني على الإطلاق أنني فنان تقليدي، لكنني فنان معاصر، ووصول رسالتي بمعاصرة وحدات إلى العالم، لكن مرتبطة ارتباط وثيق في الموضوع الفلسطيني، وباستمرار أتكئ في أعمالي الفنية على الموروث العظيم، الموروث الفلسطيني الحضاري والموروث الإنساني والثقافي، ومنه أنطلق في عملي الفني. ولذلك في غالبية أعمالي تتسم بطابع
ليست حكرا على أحد، لأن هذا التنافذ بين الأديان وبين الثقافات هو من حق الجنس البشري، وبالتالي فإن الكلمة هي الأساس، الكلمة هي الأساس في خلق الكون، والإرادة الإلهية كانت في البداية كلمات تحولت بفعل المعاناة من وجود بالقوة إلى وجود بالفعل، وبالتالي الكلمة هي تأسيس للمشروع. سؤال مش بريء وذكي، سؤال ليس بريئا وذكيا فيها. طبعا بافتراضي أنا إنسان بالدرجة الأولى أستطيع إنجاز أي شيء يتعلق في الإنسان والإنسانية، ولن تعرف له هوية إن كان فلسطينيا أو إن كان أوروبيا أو باسكيا، لن تعرف. أستطيع إنجاز هذا الشيء، ولكن يعني عدم براءة السؤال أراها أننا معروفون في العالم أننا فقط ننشد المقاومة وننشد السلاح وننشد كذا، وحتى خطابنا السياسي، حتى خطابنا الفني، حتى خطابنا الثقافي هو خطاب بقوسين حربي، لا هو خطاب مقاومة. لكن نستطيع الفلسطيني أيضا في اللحظة الذي يدمع، في اللحظة الذي يدفن شهيد، أن يرقص وأن يكتب مثله مثل أي إنسان، علي أن يكمل الحياة ويكمل المسيرة. لسنا مخلوقون. لا أؤمن بالسياسة لأنها جعلت من الأعداء في العالم ومن صانعي الموت ومنتجي أباطرة للقتل، لم تنتج جمالا بل كانت نقيضة، لم تخلق مساحة للعدل بل فقأت عين العدالة المفقوءة في هذا العالم، وبالتالي إنني أمكت هذه الكلمة وأمكت فاعليها ومنتجيها، وأنحاز إلى المقولة الثقافية التي دائما تخلق الجمال وتدافع عنه وتحميه من كل الأنياب والمخالب التي تعيث فيه نهشا وقتلا وتدميرا وتمزيقا. كلمة السلام هي يعني غلاف خلاب ومزركش يعني لعلبة أو لهدية في داخلها قنبلة. صعوبة الإجابة على هذا السؤال تكمن في صعوبة وضع العالم في سلة واحدة. العالم مقسوم إلى مجموعتين، مجموعة من الجلادين ومجموعة من الضحايا. أقول جملة للضحايا وأقول جملة للجلادين. جملة الضحايا انتظروا